السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من داف جيكس أكاديمي. في الحلقة دي إن شاء الله نتكلم عن حاجة اسمها الدايناميك ألوكيشن. إيه هي دايناميك ألوكيشن؟ اتعودنا في الحلقات اللي فاتت لما أنا كنت باجي أقول لك مثلا افتراضا إن أنت كتبت له انت إكس بالمنظر ده بتساوي 10، فهو كان بيروح يحجز لك في الميموري 4 بايت عشان يحط فيها العشرة بتاعتك أو يحط فيها الرقم اللي أنت هتحطه في الإكس ده. اتفقنا إن ليها حدود معينة، اللي أنا بحجز 4 بايت على حسب طول الرقم بتاعي انا محتاج له كام بت او كام بايت. طيب مبدئيا البايت بيبقى فيه 8 بت عشان تبقى فاهم، بس لما اجي اقول بايت وبت في الحلقه دي وفي الحلقه الجايه ان شاء الله في حاجه اسمها البيت فيلد. طيب فهو دلوقتي الكمبيوتر هو اللي بيخزن لي المكان، لما جيت اجي اقول له مثلا انت اقول له اري اوف 5 مثلا، يبقى هو كده هيعمل هيحجز لي كام؟ يعني لو جيت اقول له هنا اطبع لي برنت اف، قلت له هنا كده بالسنتج دي، وقلت له اطبع لي سايز اوف الاري بتاعتي بالمنظر ده، هيحجز لي كام؟ اتفقنا قلنا بيعمل 5 في عدد البايتس اللي بيحجزها اللي هي 4، فالمفروض هنا يطبع لي 20 بالمنظر ده، فيطبع لك 20. طيب هو كل ده بيعمل الالوكيشن، او هو بيبدا يحجز مكان في الميموري بدماغه، الكمبيوتر هو اللي بيعمل لك الكلام ده. انت لو عايز تعمل الكلام ده مانيولي بقى، وده طبعا ايه بقى شغل الهاكرز بقى والناس الجامده جدا بيستغلوا المواضيع دي، بس طبعا السي مش على فكره بقيه اللغات ما بتسمحلكش بالكلام ده، يعني الجافا ما يسمحلكش ان انت تقعد تلعب بالبوينترز وتلعب في الميموري والكلام ده كله، دايما بيبقى فيه كده ايه الويندوز مثلا واخد مساحه معينه من الميموري بتاعتك، الرامات بتاعتك يستخدمها في حاجه معينه، والمساحه الباقيه بقى تبقى للبرامج مش عارف ايه. المهم بيبقى مساحه كده بنسميها عندنا الهيب، بدون ذكر تفاصيل. انت لو عايز تحجز بلوكه من الميموري كده، عايز تاخد زي مثلا نقول دولاب، لو هو عباره عن كذا دولاب جنب بعض الميموري دي، فانت عايز تاخد دولاب من الدواليب دي تحجزه انت بنفسك من غير ما حد يحجزه لك. اول حاجه انت محتاج بوينتر للمكان اللي انت عايز تحجزه ده، فبتعمل انت ونسميه بي تي ار، طبعا ما تنساش الاسترسك وتكتب بي تي ار. خلاص انا كده بقى عندي بوينتر هريفير بيه المكان في الميموري، احنا اتفقنا بوينتر بيريفير لمكان حاجه في الميموري، فانا هحجز مكان في الميموري عايز اكون عارف المكان ده ايه، فهقول ان انا البي تي ار بتاعي ده اللي هو البوينتر بتاعي بيساوي عندنا حاجه هنا اسمها الكاست تايب. ايه الكاست تايب؟ الحاجه اللي انت هتخزنها في المكان اللي انت هتحجزه ده عباره عن ايه. انا مثلا هحجز كاركترز مثلا، فبكتب له هنا كده كار، اعمل لي كار استريسك، معناه الكاست تايب هنا اللي احنا بنتكلم عليه ده اللي هو انت المكان اللي هتحجزه في الميموري ده، هو بيسالك بيقول لك انت عايز تحط فيه ايه اول ما تيجي تحجزه، فبتعمل حاجه اسمها الكاست تايب. احنا فنفترض ان احنا هنحط ارقام في المكان اللي احنا هنحجزه ده، فبكتب انت هنا. طيب بعد كده بعمل فانكشن عندنا اسمها ام الوك. الوك يعني ستاندز فور الوكيشن، يعني اللي هو اللوكيشن انت هتاخد مكان في الميموري. بعد كده بقول له المكان اللي انا عايزه ده يحجز لي كام بايت، ممكن انهم قايل له 4 بايت كده، هو حجز لي 4 بايت في الميموري اسمهم بي تي ار، لو عايز انا اوصل لهم هوصل لهم عن طريق حاجه اسمها بي تي ار، يبقى انا حجزت مكان كده في الميموري اسمه ايه؟ ليه عنوان اسمه بي تي ار. ايا كان بقى هو هيخلص الليله دي كده ويوم يديني العنوان ده يخزنه لي في البي تي ار بتاعي. طيب عايز ان انا اقول له ان ال 4 بايت دول مثلا بدل ما اكتب له 4 بايت ممكن اكتب له سايز اوف، دايما بنستخدم سايز اوف، واقول له سايز اوف ايه؟ يعني مثلا عندي ستراكشر معينه، هنعرف يعني ايه ستراكشر في الحلقات اللي جايه، او عندي حاجه معينه انا عايز احجز مكان في الميموري على قد الحاجه دي، فبكتب له احجز لي مكان في الميموري على قد الحاجه دي، فانا ممكن اقول له على قد الانتجرز مثلا. تمام؟ سايز اوف انت اللي هو هترد لي 4، دايما سايز اوف انت ب 4 احنا عارفين، ممكن اقول له سايز اوف انت مثلا في 10. يعني ايه سايز اوف انت في 10؟ لو انا عندي اري تمام فيها 10 ارقام، مش بتحجز لي السايز اوف انت اللي هي 4 في 10 فتحجز لي 40 بايت، صح كده؟ فانا دلوقتي هنتعلم ان احنا مثلا ازاي نعمل الاري بتاعتي، لو انا مثلا عندي انت اري اوف 5 مثلا وحطيت فيها 5 ارقام، ازاي ان انا اعمل الكلام ده عن طريق الدايناميك الوكيشن او عن طريق الام الوك. في موقع من المواقع المحترمه جدا 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 في تقديمها للمحتوى بالنسبه للبرمجه اسمه جيكس فور جيكس، ده مش احنا مش بتاعنا بس موقع عالمي معروف، يعني ارشحه لكم جدا، وهتلاقوا الكلام ده على الويب سايت بتاعنا برضو. يعني احنا هندي مثال قريب من الكلام ده، هناخد البروجرام ده، مش عيب خالص انك تعمل كوبي وبيست للبروجرام بس تبقى فاهم هو بيعمل ايه وتقدر تكتبه لوحدك بعد كده تفهم الفكره، نعمله بيست عشان بس الموضوع ان انت تبقى كود كله تختاره من دماغك ده مش حقيقي. طيب بيعمل لي ايه البرنامج ده بالمنظر ده كده؟ طيب انا دلوقتي عملت اهو، انا عايز اعمل اري
تمام. فالاول قلنا ان احنا عايزين نعملها مانيوال، عايزين نعملها احنا بنفسنا عن طريق الام ان لوك. فقام هنا حجز عمل بوينتر زي ما احنا عملنا من شويه، بعد كده عمل ان واي وسم بتساوي 0، قال لك الان بتساوي 5. الان دي اللي هي عدد الاليمنتس بتاعت الاري بتاعتي اللي احنا كنا عاملين نعملها، بنكتب كده بنكتب انت اري اوف 5، بس احنا مش هنستخدم بقى حوار الاري ده، هنعمله احنا بنفسنا. يا الله. طيب المهم يبقى دي النمبر اوف اليمنتس بتاعتي اللي هي بخمسة. طيب بعد كده هيعمل ايه؟ عمل بي تي ار، قال له انا عايز 5 اماكن اللي هو الان بتاعي في السايز اوف انت. يبقى انا عندي هنا السايز اوف انت ب4، الان عندي هنا ب5، يبقى 5 في 4 هيحجز لي 20 بايت، 20 بايت ويردهم لي البي تي ار. يبقى انا كده بقى عندي بلوكه في الميموري، او بقى عندي مكان في الميموري في 20 بايت انا حجزتهم خلاص لنفسي، اقدر ان انا اتحكم فيهم. طيب في عندنا مشكله بقى بتظهر. افرض انا الميموري بتاعتي افتراضا بالنسبه للحاجات الصغيره اللي احنا بنتعامل فيها دي، مش يعني المسائل الصغيره اللي بنحجز فيها شويه بايتس والكلام ده كله، اظن ان الميموري دايما هيبقى فيها مكان. فلنفترض ان انت بتتعامل مع حاجات اكبر من كده والميموري بتاعتك ما فيهاش مكان، دي حاجه مهمه جدا 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 لازم تاخد بالك منها كبروجرامر، ان انت تعمل حساب تشتغل على الورست كيس، ان انت لو حصل لك، فلنفترض ان هو راح يدور على مكان في الميموري بتاعتك يحجزه لك وما لقاش، هل يكمل شغل ولا يديك ايرور يقول لك لا خلي بالك؟ لمبه التنبيهات اللي اتكلمنا عليها في اول حلقه خالص بتاعت العربيه، قلنا لو في حاجه الفانكشناليتي بتاعتها مش تمام، او في مشكله في تكييف، في مشكله في كاوتشات، في مشكله مش عارف في ايه، لازم يديك يقول لك ان خلي بالك في مشكله في كذا، فانا مش هقدر اقوم بالمهمه. فبالتالي هنا جاي يحجز مكان في الميموري ما لقاش مكان. لو ما لقاش مكان الفانكشن دي بدل ما ترترن لي ادرس تديني عنوان البلوك اللي انا حجزتها دي، بيرترن لي حاجه اسمها نل، يعني بيقول لي لا خلي بالك انا ما لقيتش مكان ففي نل. انا بقى استغل النل ده في ايه؟ اقول لو البي تي ار بتاعي ده بيساوي يساوي نل، قول لي ميموري نوت الوكيتد، قول لي ان في مشكله حصلت، قول لي هنا في ايرور، نكتب هنا ان في ايرور عشان تفهم، في ايرور تمام. يبقى انا كده بعد كده اعمل حاجه اسمها اكزيت زيرو. اكزيت زيرو دي معناها ايه؟ معناها اطلع من الكود. يبقى اي حاله، اي مشكله كده فيها في مشكله، عشان انت خايف ان هو يكمل على كده، لو كمل على كده هتحصل مشاكل البرنامج بتاعك، مش هيأدي الفانكشن بتاعته، اكنك بتطلع بعربيه الكاوتش بتاعها بايظ، فنشوف ايه اللي هيجرى بقى لا قدر الله. طيب فنفس الفكره هنا برضو الكمبيوتر بنفس الطريقه. فانت بتقول له لو البوينتر بتاعي ده الفانكشن بتاعت لما اللوج دي لما راحت تحجز لك لقت نال، عملت لك ريتيرن بنال، قالت لك بدل ما تعمل ريتيرن ان هي تديك ادرس تديك عنوان البلوك اللي انت عايز تحجزها، اديتك نال. فاعمل لي ايه؟ اعمل لي اكزيت زيرو، قول لي ان في مشكله حصلت واخرج لي من البرنامج خالص. طب لو لا، لو لا يعني ايلس، لو هو حجز خلاص مكانه الحمد لله الدنيا زي الفل مفيش اي مشكله، قول لي ان الميموري حصل لها اللوكيشن. طيب هو بعد كده عايز يحجز مكان، فقال لك بي تي ار اوف اي بتساوي اي زائد واحد. طيب ازاي انا عملت بي تي ار اوف اي دي؟ اتعاملت معاها على انها اري، اتعاملت معاها على انها اري لان انا حجزت بالظبط 5 اماكن ورا بعض. فطالما انت بتتكلم في كلمه ورا بعض دي حاجات ورا بعضها، ممكن تستخدم بي تي ار اوف اي. اهم حاجه ان انت ما تعديش الاندكس بتاع الحاجات اللي انت حجزتها، يعني انت حجزت 5 اماكن يبقى عندك من صفر لحد اقل من ان، يبقى لحد 4، هيبقى هيخش في اللوب ده من صفر وواحد واثنين وثلاثه واربعه، اول ما يبقى 5 هيخرج من اللوب. فانت طول ما انت قلت له بي تي ار، زي ما جينا اتعاملنا مع الاري بتاعتنا لما كنا بنيجي نطبعها، وكنت اجي اقول لك كده بالمنظر ده، اقول لك ان انت اعمل لي برنت واعمل لك علامه الكونتنت دي واقول له اري بلس 1، او ان انا اقول له اري او اري بلس 2، كنا بنتحكم في الاري صوره من صور التحكمات في الاري. انصحك تشوف الحلقه دي لانها هتفيدك جدا. طيب لو انا بتعامل بقى مع البوينتر زي نفس الفكره، انا عندي بوينتر لبلوكه او انا حجزتها في الميموري، او مش بلوكه، خلينا نقول كده ايه، مكتبه حجزتها في الميموري الارفف فيها جنب بعضها، نفس الفكره اكني بالظبط حجزت اري، لان الاري بتحجز لي اماكن ورا بعضها. طيب حجزت الاماكن ورا بعضها، فانا عندي اول مكان وتاني مكان وتالت مكان ولحد خامس مكان، لان انا قلت له احجز لي 5 اماكن حجم كل واحده منهم ايه؟ هنا هو قال له ايه؟ ان في سايز اوف انت، ان دي اللي عدد الاليمنتس بتاعت الاري في سايز اوف انت. يبقى احنا كده بنعمل نفس اللي الاري كانت بتعمله، بس بنعمله مانيوال او بالدايناميك لوكيشن اللي هي ام ان لوك. طيب بعد كده هبدا ان انا اخزن 1 2 3 4 5 لو عملت تريس للبرنامج ده، بعد كده ابدا ان انا اطبع الاليمنتس بتاعتي. لما نيجي نبيلد ون رن، هو راح عارف ان هو هياخد 5، هيحجز 5 اماكن في الميموري، كل مكان السايز بتاعه ب4، يبقى 5 في 4 ب20. بعد كده الحمد لله لقى مكان في الميموري مفيش مشكله، فقال لي حصل اللوكيشن. بعد كده قام عمل الفور لوب، وقام خزن بقى في الايه، في الاري اوف 1 بتاعتي، او اللي هو اللي احنا سميناه بي تي ار اوف 1 وبي تي ار اوف 2 وبي تي ار اوف 3 وبي تي ار اوف 4، حط 1 لحد 5 بكل سهوله. ده نفس الكلام لو انا كنت جيت عملت هنا كده اري
انت اري في 5، مش لازم نكتب السايز طالما هنكتب الاليمنتس، ونكتب هنا 1 2 3 4 5. وجيت قمت قلت له فور لوب بالمنظر ده، فور انت اي بتساوي 0، اي اقل من 5، اي بلس بلس، اطبع لي هنا برنت اف برسنتج دي. ممكن نقول له انا اطبع لي اري اوف اي بالمنظر ده. فبالتالي ايه اللي هيحصل هنا؟ خلينا نعمل باك سلاش ان عشان يبقى شكلهم مختلف عن اللي فاتوا. هيطبع لي الاري بتاعت هنا 1 2 3 4 5 بالمنظر ده. طبعا الواحد ده طبعا هنا عشان ما كانش فيه هنا باك سلاش ان، يعني ده الواحد ده تبع اللي تحت مش تبع دول، اللي فات بيقف لحد 5. فطبع لي 1 2 3 4 5 بالمنظر ده. ممكن نعمل باك سلاش ان تاني، ادينا بنلعب مفيش مشكلة. هيطبع لي هنا 1 2 3 4 5 بالمنظر ده. طيب يبقى ايه اللي حصل هنا؟ انا قلت للاري فيها 5 اماكن، وكل مكان منهم انت، ف5 في 24 بايت، قامت هي لوحدها حجزت لي ال 20 بايت، وبعد كده جينا طبعنا والدنيا تمام مفيش اي مشكله. طيب لو انا دلوقتي عايز اعمل الكلام ده بنفسي، هتعمل بقى الليله الكبيره اللي فوق دي كده. وانت ساعات انت بتحتاج لو هتعمل داتا ستراكشر معينه، او بدل ما تعمل اري انت ممكن تعمل حاجه شبه الاري بس بدماغك. ممكن يكون كل مكان فيها مثلا يتحجز له 7 بايت، انت ومزاجك بقى، انت عايز تعمل حاجه معينه. فبالتالي هتحتاج في فتره من الفترات ان انت تتعامل مع الحاجه اللي اسمها ام الوك. يبقى الام الوك دي انا بستخدمها امتى؟ وفي حاجات اسمها ري الوك وشويه حاجات زي كده هحطها لكم على الويب سايت. بنفس الفكره برضو مفيش اي مشكله، بس هتلاقي اختلافات طفيفه جدا، بس ده الاساس يعني انت محتاج تعرفه. الفكره ان انت هتتعامل مع ده امتى؟ ان انت لما تعوز تعمل حاجه معينه في البرنامج بتاعك، انت عايز تحجز بدماغك، عايز تعمل ميموري الوكيشن بمزاجك، عايز تعمل مساحه معينه، تحجز مساحه معينه في الميموري. فطبعا اتفقنا ان احنا اي حاجه بنتعامل فيها مع ميموري لازم يبقى ليها بوينتر. وبس اتمنى تكون حلقه مفيده وتكونوا فهمتوها كويس. شكرا لكم.